تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة. العبارة الأولى، الرب من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي. إذا تعلمون أن الجهاز التنفسي يتكون من المنخارين، الفم، الرغامة، القصبة الهوائية، الرئة اليمنى والرئة اليسرى. إذا هذا الجهاز يصاب بأمراض. من بين الأمراض الذي يصاب بها الجهاز التنفسي أو أحد أعضاء الجهاز التنفسي هي مرض الربو. أحسنتم، إجابة صحيحة. اكتب صحيح. العبارة الثانية، المعدة من عناصر الجهاز التنفسي. المعدة هي عنصر من عناصر الجهاز التنفسي. أحسنتم، خطأ. المعدة هي من عناصر الجهاز الهضمي وليس الجهاز التنفسي. اكتب خطأ. الرياضة مهمة لصحة الجهاز التنفسي. الصحة مفيدة للجسم ومهمة لصحة كل الجسم والجهاز التنفسي خاصة. أحسنتم، إجابة صحيحة. عبارة صحيحة. اكتب صحيح. الدخان والهواء الملوث يصيبان الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة. إذا الدخان والهواء الملوث يصيبان الجهاز التنفسي وكل الجسم بأمراض خطيرة. أحسنتم، عبارة صحيحة. نواصل. من السلوكات الصحية الابتعاد عن المدخنين. المدخنين الأشخاص الذين يدخنون السجائر يجب الابتعاد عنهم. الابتعاد عنهم من السلوكات الصحية. جيد، صحيح. تتمثل عملية الشهيق في إخراج الهواء من الجسم. إذن عملية الشهيق هي إخراج الهواء من الجسم. أحسنتم، خطأ. الشهيق هو إدخال الهواء إلى الجسم وليس إخراجه من الجسم. إذن عبارة خاطئة. الدور الدمي هو تزويد الجسم بالغذاء والأكسجين. إذا الدم أهميته أو فائدته هو تزويد الجسم بالغذاء والأكسجين. أحسنتم، صحيح. نراجع العبارات. الرب من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، صحيح. المعدة من عناصر الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي خطأ. الرياضة مهمة لصحة الجهاز التنفسي، صحيح. الدخان والهواء الملوث يصيبان الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة، كذلك صحيح. من السلوكات الصحية الابتعاد عن المدخنين. تتمثل عملية الشهيق في إدخال الهواء إلى الجسم، إخراج الهواء خطأ. دور الدم هو تزويد الجسم بالغذاء والأكسجين. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط بسهم بين شطري الجملة. إذا الجملة فيها شطرين، الشطر الأول والشطر الثاني. عند الإصابة بنزيف إثر حادث يجب تقديمه. يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم. لأنعم بالصحة يجب أن أطبق قواعد الصحة، وذلك يزن قلب البالغ 250 غرام تقريبا بتناول أغذية صحية. الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب يسودها بالغذاء ويخلصها من الفضلات. إذا نربط بين الشطرين الجمل. أولا، عند الإصابة بنزيف إثر حادث، مثلا أصيب الشخص بنزيف يسيل له الدم مثلا، ماذا يجب تقديم؟ ما هو العمل الذي يجب القيام به؟ أحسنتم، هو تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص المصاب. إذا نربط. عند الإصابة بنزيف إثر حادث يجب تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب. ثانيا، يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم. أعضاء الجسم كلها يصلها الدم، ومن المسؤول عن دفع الدم لإيصاله إلى كل أعضاء؟ هو القلب. إذا القلب هو الذي يضخ الدم إلى كل أعضاء الجسم. لماذا وما هي أهميتها العملية هذه؟ أحسنتم، ليزودها بالغذاء ويخلصها من الفضلات. إذا كل أعضاء الجسم يكون فيها الدم، لأن الدم أهميته أو دوره هو إيصال الغذاء وتخليص الأعضاء من الفضلات. يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم ويزودها بالغذاء ويخلصها من الفضلات. لأنعم بالصحة يجب أن أطبق قواعد الصحة، وذلك
كي أكون بصحة جيدة يجب أن أطبق قواعد صحية، وهي أحسن من بينها تناول أغذية صحية. رابعا، يزن القلب البالغ. وزن القلب كإنسان بالغ شخص أحسنتم هو 250 غرام تقريبا. شخص بالغ معناه ليس طفل، شخص كبير. إذا نراجع، عند الإصابة بنزيف إثر حادث يجب تقديم إسعافات الأولية. يضخ القلب الدم إلى كل أعضاء الجسم ليزودها بالغذاء ويخلصها من الفضلات. لأن أما بالصحة يجب أن أطبق قواعد صحية، وذلك بتناول أغذية صحية. ويزن قلب بالغ تقريبا 250 غرام. ننتقل إلى التمرين الواصل. التمرين الثالث، ضع كل كلمة في مكانها. لدينا كلمات أغوغاما، الزفير، المعاكسة، الشهيق، ورئتين. هذه كلها أعضاء. أغوغاما، الزفير عملية، الشهيق عمليتان، المعاكس رئتين هو عضو، وأغوغاما عضو. تتمثل الحركات التنفسية، أحسنتم، الحركتان تتمثل في عمليتين، العملية الأولى وعمليتين، أحسنتم، هما الشهيقي والزفير. إذا تتمثل الحركة التنفسية في الشهيقي وهو إدخال الهواء إلى الجسم، والزفير هو إخراج الهواء من الجسم. هما الحركات التنفسية. أثناء يدخل الهواء من المنخرين، يدخل الهواء، إذا أحسنتم هو الشهيق. أثناء الشهيقي أثناء الشهيق يدخل الهواء من المنخرين، يدخل من المنخرين إلى، ثم أين يذهب الهواء؟ أحسنتم، إلى الأغوغاما. ثم إلى القصبات الهوائية ليصل في الأخير إلى، أحسنتم، إلى الرئتين. إذن هذا هو الطريق الذي يسلكه الهواء أثناء الشهيق. يدخل الهواء من المنخرين، ثم يذهب إلى الغوغاما، إلى القصبات الهوية، وأخيرا إلى، يصل إلى الرئتين. هذا بالنسبة للهواء الشهيق. يسلك هواء الزفير اتجاه، أحسنتم، المعاكس. لو نأخذ مثلا أثناء تتمثل الحركة التنفسية في الشهيق والزفير، إذا العمليتان التنفسيتان هما الشهيق والزفير. أثناء الشهيق نكتب المراحل، عند دخول الهواء يدخل الهواء من المنخرين، ثم يذهب إلى الغوغاما اثنان، ثم إلى القصبات الهوائية ثلاثة، ورابعا يصل إلى الرئتين. هذه الطريق الذي يسلكه أثناء الشهيق دخول الهواء. يسلك هواء الزفير اتجاه المعاكس، معنى أثناء الزفير، أثناء خروج الهواء، يبدأش من هنا، يبدأ من هنا، من الرئتين، ثم القصبات الهوائية، الغوغاما، المنخرين، ويخرج على شكل زفير. إذا الشهيق منخرين، غوغاما، قصبات الهوائية، رئتين. بالنسبة للشهيق، بالنسبة للزفير، رئتين، قصبات الهوائية، غوغاما، المنخرين، ويخرج على شكل، يخرج على شكل زفير. نواصل مع التمرين الرابع. لدينا التمرين الرابع، ضع البيانات في مكانها المناسب. لدينا الفم، المريء، المعدة، المعي الغليظ، المعي الدقيق. سؤال ثاني، ماذا يمثل هذا الشكل؟ لدينا الشكل الإنسان عفوا، لدينا الشكل ولدينا البيانات 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. نضع البيانات في مكانها المناسب. إذا لدينا الفم، المريء، المعدة، المعي الغليظ، المعي الدقيق. هنا أحسن، هذا هو الفم، نكتب الفم. نواصل، هذا اسمه أحسنتم المارئ. نواصل، الفم، المارئ، هذه لونها البنفسجي، أحسنتم هي المعدة.
التفاصيل، هذا اللون الأصفر، وما أحسنتم المعي الدقيق، دقيق رقيق المعي دقيق. هذا اللون البني غليظ كبير، أحسنتم هو المعي الغليظ. إذا نراجع، لدينا الفم، هذا اسمه الباقي، هذه المعدة، هذا المعي الدقيق، وهذا الكبير الغليظ هو المعي الغليظ. سؤال ثاني، ماذا يمثل هذا الشكل؟ إذا هذا الشكل الفم، المعي، المعدة، المعي الغليظ، المعي الدقيق، هل هو الجهاز التنفسي أم الجهاز الهضمي؟ أحسنتم، هو الجهاز الهضمي. إذا يمثل هذا الشكل الجهاز الهضمي، هضمي عند عبارة عن إنسان، عند الإنسان. إذا الرسم هذا والشكل يبين الجهاز الهضمي عند الإنسان. هنا لما نتغذى اللقمة الأكل، هنا الأكل يمر عن طريق الآتي، نأكل من الفم، يمر الأكل أو الغذاء إلى المريء، ثم يصل إلى المعدة، ثم يصل إلى المعي الدقيق، وأخيرا المعي الغليظ، الطريق الذي يسلكه الغذاء. إذا هذا الجهاز الهضمي عند الإنسان. وهكذا انتهينا من حل التمرين الرابع والاختبار التربية العلمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الاختبار الجدد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.